يعني انت ممكن تشوف انت قلت عايشت منتخبات او عايشت الكلام ده في منتخب طبعا. مصر في لعيب بيتاثر طبعا. طب لما بيتاثر بيقول ايه او انتوا بتشوفوا شكله عامل ازاي؟ انا بقول لك في لعيب في الجابون في معسكر الجابون اقسم بالله ما اتعشى من كتر الانتقادات. كان في ماتش هو اداه بشكل انا شايف ان هو بشكل مش هو وده طبيعي في الكوره. صح. انتقادات غير طبيعيه لازم يبطل وما يروحش منتخب تاني. وتعلق بعد كده طبعا اتألق، ما هو موجود في المنتخب دلوقتي. طب كمين ما خلاص ما دام تألق بعد كده يعني في ماتش في تريزيجيه كان تريزيجي. كان مؤدي بشكل وحش جدا ابتدى ان هو كمان يتاثر نفسيا وده غلط. انت النهارده في لعيب ممكن يتاثر نفسيا لو هو لعيب سنه صغير او لعيب لسه شخصيته مش زي محمد صلاح. يعني محمد صلاح مهما الناس تنتقده مش فارق معاه. في لعيب تاني ياخد النقد تلاقي والدته بتكلمه، تلاقي والده بيكلمه معلش يا حبيبي، تلاقي اخواته بيكلموه، تبتدي يتاثر من ناحيه الملعب. فدي مشكله كبيره جدا. عشان كده ده وقت ان احنا لازم كلنا نبقى موجودين حوالين منتخب مصر. انت قلت دلوقتي كلام في منتهى الاهميه. احيانا الناس وهي بتنتقد بتفتكر ان هي بتنتقد جبال. لا طبعا. يعني لو انت هتفضل تقطع فيه وتجرح فيه لا طبعا. هو مش هيحس بحاجه. لا طبعا. فانت دلوقتي بتحكي تفاصيل مهمه جدا من لاعب كوره كمان عاشر لعيبه المنتخب. فانت بتقولي في لعيبه ما بتعشاش، في لعيبه بتتواسى من اهاليها. طبعا. وده نتيجته ايه بقى في الاخر؟ ان هو ممكن بعد كده يفقدوا التركيز او في الاخر احنا بشر. طبعا احنا بشر، احنا كلنا بنتقص. في مجال فن، في مجال اي، في رياضه، في اي مجال الناس قاعده تنتقد في انتقاد. لكن في الكوره الانتقاد مبالغ فيه. النهارده يعني احنا مثلا جايين النهارده نتكلم على ماتش المغرب، وجايين نتكلم على ماتش كوتيفوار، جايين نتكلم على منتخب مصر بشكل عام. صح. احنا بنقيم اللعيب في الماتشات دي مش بنقيمه بشكل عام. ايوه ما ينفعش تقول اللعيب ده ما ينفعش اصلا. لا طبعا. لا ده في ناس بتقول لك اللعيب ده ما ينفعش اصلا. يعني ايه لعيب ما ينفعش؟ ممكن تقول اصلا البطوله كلها ما اداش كويس، ممكن تقول الماتش ده ما اداش كويس، لكن بالزبط. تقول لعيب لا يصلح للعب كره القدم، لعيب ما يلعبش في نادي. برافو عليك. إيه؟ برافو عليك. مبالغه جدا، مبالغ فيها جدا. وانني كنت بتكلم معاه من يومين، لا راجل فاهم، راجل واعي، لعيب كبير بس متأثر، لعيب كويس، لكن تأثيره جاي إيجابي عن ناحية الملعب. تختلف شخصية عن الشخصية. يعني هو متضايق من المبالغات في الانتقاد طبعًا. بس ده أثر عليه إيجابيا في الملعب. طبعا مش سلبية. طبعا في لعيب ممكن يجيله سلبي حسب الشخصيات. صح. لكن احنا واجب علينا كلعيبة انت في الآخر لازم تدعم اللعيب ده. حتى لو هو مش كويس في الماتش انت لازم تتكلم عليه بشكل يفيده. انتقاد بناء مش انتقاد ان انت تذبحه. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. علشان كده النهارده اللعيبه والمؤتمر اللي اتكلم فيه محمد صلاح، واتكلم بشكل كبير جدا محمد صلاح في المؤتمر قبل ماتش كوتيفوار، ده كلام حقيقي. أيوة. فعلا في انتماءات، في انتماء للاهلي. النهارده لو لعيب في النادي الاهلي بيلعب في منتخب مصر تلاقي المدرب او المحلل او اي حد طلع في اي قنوات ممكن عادي جدا يطلعوا احسن لعيب في الماتش ويجي على حد من الزمالك. وكمان اللعيبه ابتدت ان هي تنشغل دماغها. احنا دلوقتي في عصر الميديا. خلينا نكون متفقين على كده. العكس صحيح. يعني كله يعني في ناس بتشتغل بانتماءاتها يعني بشكل واضح. لكن في منتخب مصر لا، اتفق معاك 1000%. منتخب مصر ده مش حاجه اسمها اهلي، مش حاجه اسمها زمالك. احنا منتخب في الاخر من المنتخب. بس عارف بقى كابتن احمد، هقول لك نقطه مهمه جدا. من بعد ماتش كوت ديفوار هتلاقي كل ده ما بقاش موجود، ودي حقيقه فعلا. يعني مش هتلاقي دلوقتي حد بيتكلم اصله كان خد طارق حامد، لا كان خد قفشه، اصل مين اللي بيلعب عشان اهلاوي ولا زملكاوي. صح. هتلاقي الناس حتى على السوشيال ميديا انا طارق يقول لك ما هكمل لك دي، يقول لك مثلا ايه، نزل نزل مدافع مثلا، نزل زيزو. تلاقي الاهلاوي كاتب لك على تويتر كده نزل زيزو. صح. هتلاقي زملكاوي يقول لك ما فين تريزيجيه يا جماعه، لازم هو ده الشعب المصري. فاهم؟ خلاص بقى شيرت منتخب مصر. احنا في وقت لما يكون في بطوله سواء في الكوره في اي حاجه، في وقت الازمات او في وقت في تجمعات بتلاقينا جمال جدا. مش عايز بقى الناس اللي بتنتقد دي تبوظ الدنيا. انت امسك فيها. صح. النهارده لما يكون منتخب مصر جمهور الاهلي بيتكلم على زيزو، النهارده بيقول لك ابو جبل نجم الماتش. صح. النهارده جمهور الزمالك بيقول لك محمد الشناوي نجم الماتش. صح. امسك في الحاجات دي. احنا المفروض واجب عليا وواجب على الناس اللي بتيجي تتكلم في الكوره، احنا المفروض نمسك في دي. صح. نقول الايجابيات بتاعتها نكبرها كمان. نكبرها كمان. يعني لو انت شايفها عاديه لا انت زود فيها. برافو عليك. يعني دي بقى الحاجات اللي عايزها مبالغه. طبعا. يعني بالغ بقى. برافو عليك. الله على العظمه والله على الجمال. طبعا. النهارده فتوح عمل ماتش قدام منتخب المغرب هو مدش. محمد النهارده محمد عبد المنعم رجع النهارده النادي الاهلي. صح. الراجل بيلعب في النادي الاهلي. صح. فتوح بيلعب في نادي الزمالك. صح. الاثنين من نجوم الماتش. مظبوط. انا ما ينفعش انا راجل دلوقتي منتمي لنادي الزمالك اطلع اتكلم على فتوح بس. يبقى حرام. يبقى انا كده بقلل من قيمه محمد عبد المنعم في مجهوده في الماتش النهارده. صح. ماتش النهارده ماتش يدينا ثقه للي جاي. مبسوط جدا 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 من الروح في الملعب. النهارده بدينا الماتش
مستر كوش بدأ الماتش بأيمن أشرف، وأنا ضد فكرة إن أيمن أشرف يلعب رقم 8 لأن نص الملعب دوت أنا كنت بلعب سيرد باك وأوقات بلعب ديفندر رقم 6 قدام السيرد باكين قدام الاثنين مدافعين. رقم 8 ده إحنا أصلاً عندنا مشكلة فيه في مصر كلها من سنين، من بعد حسني عبد ربه، من بعد الناس اللي بتلف. النهارده أنت رقم 8 رايح تستلم الكورة هتلاقي الديفندر اللي وراك راح يضغط عليك. النهارده انت لعب محتاج تلف فايمن اشرف باك ليفت كويس جدا لعيب كبير. النهارده لما لعب سيرد باك هايل شايل الشوط الثاني كله من هو واعتقد هو خرج حتى عشان انذار يعني قلق عليه كروش انه الماتش متوتر والحكم. لكن يحسب بقى لكروش ايه؟ ايه اللي يحسب له؟ ان هو صلح الكلام ده بين الشوطين، نزل تريزيجيه. فاحنا زي ما احنا بننتقده في وقت من الاوقات لازم نقول ايجابياته.